طب عايز اروح مع حضرتك للأسوأ والافضل في من قبل المنتخبات حاليا، منتهى الصراحه. منتخبات المنتخبات الافريقيه يعني؟ ايوه يا فندم، ما احنا بنتكلم يعني هل حضرتك شايف مصر في الكاتيجوري الكام؟ هل بنتكلم مثلا الجزائر؟ راي حضرتك برضه زي انا شايف الجزائر طبعا نمره واحد بالظبط، هو بطل بالزبط. افريقيا وفريق فرقه مستقر من فتره طويله، وراها منتخب تونس اللي اتغلب ده مش عارف واللي يعني. كانت يعني حاجه مش مفهومه فعلا، يعني حاجه مش مفهومه جدا، وهو بيضم نخبه كبيره جدا من النجوم المميزين، ومنتخب مصر قادر انه يتصدر المشهد كله يعني في الفتره الجايه. واسوء المنتخبات اللي حضرتك كنت متوقع لها يعني اداء مختلف؟ سهل العاج. سهل يعني سهل العاج، انا فوجئت ان هو يعني في عثرات متتاليه. وعلى فكره الكاميرون كمان يعني الكاميرون كمان فعلا صحيح، يعني رغم ان هو مستضيف كاس الامم المقبله يعني مش على المستوى المتوقع المأمول يعني لمنتخب كبير زي المنتخب الاسود الكاميروني يعني.